في مبادرة جميلة من الأخوة الزملاء الإعلاميين لتقريب وجهات النظر وتصفير الأزمات بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية. ذهبوا إلى اللجنة الأولمبية، لكن الغريب بالموضوع رفض دخولهم داخل مقر اللجنة الأولمبية. نستمع إلى حديثهم وبعده نناقش الموضوع. كانت هناك مبادرة من مجموعة من الصحفيين من أجل حل المشكلة اللي بين وزارة الشباب والأولمبية من ناحية عدم صرف رواتب الموظفين، وكانت هناك اتصالات مع وزارة الشباب، ووزارة الشباب أكدت لنا بأنها ستبعث بكتاب رسمي إلى اللجنة الأولمبية يوم الأحد اللي مصادف اليوم، وإحنا كنا متواجدين كمجموعة أخذت على عاتقها هذه المبادرة، لكن للأسف اللجنة الأولمبية لم تقوم بإدخال الصحفيين ولمدة 3 ساعات أوجه المبادرة، وبعدها يعني عندما استفسرنا كان الأمر يعني بقرار من رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي. هدفنا كان هو تسهيل أمور المستضعفين بالوزارة في اللجنة الأولمبية اللي عايشين على رواتب، ومن 50 يوم هم يلقون رواتب، ومنهم اللي يعتبرها مقام الأم اللي هي أم عباس المسكينة اللي عايشة على راتب.